كلاب الهاسكي دي يا جماعة، كلاب الهاسكي اللي قدامنا دي اسعارها فضل اسعار الكلاب اللي اسعار الكلاب الهاسكي دي يا جماعة البنوتة عاملة 800 جنيه، النتاية اللي قدامنا عاملة 800 جنيه، اسعار فوق الخيال. اسعار الكلاب الهاسكي النتاية عاملة 800، اهي دي نتاية ودي نتاية، اهي اسعار فوق الخيال. كلاب الهاسكي النتاية عاملة 800 جنيه. كلاب الهاسكي النتاية عاملة 800 جنيه. يلا بينا نبص جوه. في عندنا 3 نتايات، النتاية عاملة 800 جنيه. الكلاب الجريفون ان الكلب الواحد عامل 500، الواحد عامل 500 في الجريفون. تعاسي طلع دي بره، طلعها بره. يلا ثانية واحدة، وطلع دي بره. خلاص كده؟ اشتروا بره خالص ولا هنا؟ لا هنا. بس المفروض كوريا كانت طلعت بره. ايه؟ كوريا. بره فين؟ كده المفروض طلعت بره عشان شاي ولد. لا طلع دي. طلعها هنا اهو، طلع دي الاول، هات سلسله طلعها لي. يلا طلع لي دي وطلع لي دي. يلا تتساب روزا لما يجي يوسف ينضفها. في ايه يا ابني؟ كلب ايه اللي هيعضه؟ قالوا كلب كل دخلت عايز نطلعها من شفت. يلا يا ابني الكلب الهاسكي، الكلب الهاسكي عامل النتاية الهاسكي عاملة 500، عاملة 800. والكلاب اللي هي الجريفونات الصغيرة الواحد عامل 500. الجريفونات الصغيرة دي يا جماعة الواحد عامل 500. على فكرة مش جريفون ده بكنيز أهو. والهاسكي 800. والهاسكي 800. يلا يا ابني طلع التاني. حبيب قلبي يا استاذ رشاد منورنا، احنا بنظبط ال طلعت الاثنين. طلعت الاثنين. بص لها على الاسطبل وبص لها على البوكستين اللي هناك دول، تأكد انهم مجوفروها.